مرحبا بزوار موقع رياضة بويما. أخيرا وبعد طول انتظار، الجامعة الملكية لكرة القدم تعلن اسم رشيد الطوسي مدربا للمنتخب الوطني، لكن هل سيتمكن الطوسي من إرجاع أمجاد كرة القدم المغربية؟ كاميرا رياضة بويما ترصد لكم آراء الشارع. الآراء كتكون على السي الطوسي، ويعني كيف كنقول أنا شخصيا أن السي الطوسي ويسمح لي أنه ماشي ديال المنتخب، يعني ما غيقدرش ينجح. والطوسي غينجح في المنتخب بارابور للزاكي أحسن منه، تقارنوا غير بلي تيتر، الزاكي زيرو تيتر، الطوسي كوب دافريك، بطولات كأس العالم، بطولات إفريقيا الشبان، الزاكي زيرو تيتر. رشيد الطوسي أنه قدر ينجح ولكن غيلقى مشكلة مع المحترفين. بالنسبه للمحليين يقدر يكون واحد التجاوب معاهم. الطوسي كنظن بانه راه عنده كفاءه مزيانه اللي غتاهلو يوقف مع المنتخب الوطني، وفي غرار بعد الصداع اللي كاين في الساحه الرياضيه كنظن بان ما كاين فرق بينه وبين الزاكي في هذا المجال. هذا كنظن بان الطوسي غيكون اطار كف ويكون جدير بالمنتخب نظرا للالقاب اللي حققها مع مجموعه من الفرق، و نتمنى ان شاء الله ينجح يتوفق مع المنتخب الوطني المغربي، سيرتو كانه ناخب وطني، ومن الاحسن زعما المغربي هو اللي يكون كيدرب فريق المغاربه احسن من الاجنبي. الطوسي تعجبني كمدرب، ملي كان مع فاس حقق مع ثلاثه الالقاب متابعه، ف داك الشيء على حساب المستوى ديالو، هو يقدر ينجح يقدر ما ينجحش. ان شاء الله الطوسي غادي يكون مزيان، هادي الطوسي كما كتعرفوا عنده امكانية مزيانه مع جميع الفرق اللي كيخدم معاهم، نتمنى ليه الخير. المشكل ما عندناش ربما ما عندناش في المدرب، وانما المشكل تتبان ليا في الناس اللي في الجامعه، لان هاد المدربين اللي تنوعوا المنتخب ربما عندهم كلهم عندهم دي سي في مزيانين عامرين، وملي تيجيو للمغرب ما تيديروا حتى شي حاجه، وهذا هذه النقطه اللي خص الناس ديالنا يعيدوا فيها النظر.